شفنا هاد الواقعة واش غادي نقول لك؟ الشباب راه ضايع، الشباب الساكن راه ضايعين. دابا كل دار دابا كتلقى فيها جوج ثلاثة ما خدامين ما ردامين، والمتطلبات ديالهم صعيبة بالنسبة للوالدين. واش غادي نقول لك؟ الله يدير شي تاول ديال الخير لهاد البلاد وصافي. كنا كننتظروا زعما كيمن رئيس الحكومة والناس ديال الحكومة زعما يخرجوا وزعما كاين يدلوها بشي حاجة، زعما كاين يصبروا مثلا هاد الشباب ولا عيقاولهم بشي حاجة اللي هي ما كايناش. المهم عيقاولهم الساعة والو خويا، الساعة الدين بحال ما كاين حتى شي حاجة. الإعلام الناس اللي على برا دابا كلشي كيهضروا علينا، وكلشي في هاد البلاد أنت راك كتشوف كلشي غلا، كلشي غلا، كلشي غلا. بنادم الأجرة ديالو المخير في هاد الطبقة ماشي المتوسطة للخرا كاع، يعني الأجرة ديالو يلاه كدير واحد 15، و 15 كيولي كل عاصف عند مول الحانوت، عند مول الهري، عند كلشي. هادشي اللي طاري راه حشومة. شحال غدو شحال قدو ما هادو المسؤولين اللي مسؤولين على هادشي، شحال قدو ما يعيشوا؟ ها نبي الله نوح عاش 900 عام، ملي جا ملك الموت قال لي كيف رأيت الدنيا يا أطول الأنبياء عمرا؟ قال لي رأيتها كدار لها بابان دخلت من باب وخرجت من باب. أنتم اللي مسؤولين على هذا الشيء، شحال قدكم تعيشوا 70 عام 80 عام 90 عام غتموتوا، وتما عبد الله راه ما كاينش باك صاحبي، تما كاين الحق، ربي غادي يحكم بالحق. حيت علاش الدراري صغار تيحرقوا مساكن وكيموتوا في البحر؟ علاش بلادنا زوينه وما عرفناش شكون اللي مخسره؟ بلادنا زوينه وفيها الخير وفيها الخمير، وما عرفناش شكون المسؤول، ما عرفناش لا فوت منين جاي. الدراري كاين اللي قاري، ماشي تقول لا خصهم يقراو، راه كاين اللي قاري وعا جالس بلا خدمه، ما خدام مسكين ما والو، حيت هاد الشيء راه اللي طاري راه حشومه. شوفوا بعين الاعتبار هاد الناس، حنا راه عشنا اللي قسم لينا الله، وليني ولادنا كيضيعوا، وليداتنا كيضيعوا، ماشي واخا ماشي ولادي، راه شاب كنشوفه في الزنقه غادي مسكين كيخمم راه كيبقى فيا، راه محسوب ولدي هذا، واخا انا ماشي والده راه تا هو بحال ولدي. لا اعتقد بانه الحكومه التزمت الصمت ازاء ما وقع يوم 15 من هذا الشهر في مدينه الفنيدق. الحكومه اتخذت كل الاجراءات اللازمه من اجل الحد من هذه المبادره لا شرعيه ولا قانونيه. الحكومه يعني سخرت قواتها العموميه وامنها وقواتها العسكريه لصد يعني هاد الواقعه الغير المفهومه، ولا ندري من وراء ما حصل في مدينة الفنيدق. الشباب في مقتبل العمر، صحيح البلد يعاني من بعض الإكراهات، صحيح أنه البلد يعاني من بعض الأزمات، ولكن أن نقوم بإجراءات أو نقوم بمبادرة من هذا القبيل تسيء إلى صورة البلد وتسيء إلى استقرار البلد، فهذا شيء غير مقبول. قديما كان جيلنا يموت من أجل الوطن، والآن هذا الجيل يموت هروبا من الوطن. نندو على القصيرين مزموت في البيت، هو وماما وستة ديال الدراري، اش غايدير؟ فين هو أخنوس؟ فين هي الحكومة؟ الحكومة المغربية فين هي؟ مزموت في البيت واش غايدير؟ راه غايمشي يحرق. أخنوس خاصو يحط باليستو ويمشي يقابل الغاز. يمشي قبل الكازا. ما عندو حتى سياسه صاحبي. من اللي جا غير الغلا، ها البطاطا، ها هذاك اسميتو زيت الزيتون، مطيشه كلشي زيت، ما زيت الزيتون.